مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في لقائنا المتكرر كما وعدناكم في كل رمضان إن شاء الله. اليوم معنا موضوع مهم جدا، وهو موضوع إدارة أموال الزكاة والصدقات، وخاصة صدقة الفطر. كلنا نعرف أن معظمنا كان يدفع صدقة الفطر في آخر يوم رمضان أو قبل صلاة العيد في المسجد لما يروح يصلي العيد، لكن السنة هاي قد يحصل تغيير في موضوع الصدقات، لأنه غير متوقع أنه نرجع على المساجد. هذا سؤال كتير يعني بعقلي تكرر وبتكرر بعقول ناس كتير، إيش نسوي في هذه الفترة؟ طبعا بهذا السبب إحنا اليوم راح نستضيف أخ وصديق من مؤسسة إسلاميك ريليف كندا، الأستاذ يزن ناصر الدين، هو المدير التنفيذي لمنظمة الإغاثة الإسلامية إسلاميك ريليف الموجودة في مدينة أوتوا. وسنتكلم عن هذه المواضيع، سنتكلم عن ماذا يعملون في الأموال اللي بأخذوها من الناس أو الناس بتصدقوا فيها، أين تذهب هذه الأموال، كيف يديرون هذه الأموال، وخاصة ونحن الآن في شهر رمضان، شهر العطاء والخير الذي تكثر فيه الصدقات والزكوات. طبعا الله يضاعف لمن يشاء، وهذا شيء مهم جدا، لكن في هذه الفترة، فترة الحجر، في عندنا كتير أشياء مهمة جدا لازم ننتبه عليها ونعرف كيف نودي الفلوس هاي لأي مكان. طبعا اليوم سينضم إلينا قريبا إن شاء الله الأستاذ يزن ناصر الدين، ويحدثنا عن المنظمة، عملها، المهمة التي أخذتها على عاتقها هذه المنظمة لمساعدة الناس في حول العالم، ولمساعدة المسلمين ومن يريد أن يتبرع لهذه المؤسسة في إخراج صدقات أو زكاة. نناقش معه تفاصيل عن مصارف هذه الزكاة والطريقة اللي عم بيسهلوا فيها على الناس إن شاء الله يدخلوا على ويب سايتهم، يستطيعوا أنه يدفعوا ل الموقع تبعهم، وبالتالي هم بيقدروا يوصلوا هذه الزكاة. طبعا موضوع الزكاة وموضوع المصارف تبعتها والتأكد أنها تذهب إلى المصارف، هذا شيء فقهي وشيء مهم جدا، عشان هيك راح نستضيف الأستاذ يزن. أهلا وسهلا أخونا ناصر، حنجاوب على هذا السؤال، كم هو زكاة الفطر إن شاء الله. طبعا باسمي وباسمكم جميعا نرحب بأخنا أخونا يزن ناصر الدين، اللي هو المدير التنفيذي لمؤسسة إسلاميك ريليف كندا مدينة أوتوا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. في السلام عليكم جميعا وعلى مشاهدينكم الكرام، شكرا لكم على استضافتنا واستضافتي أنا مخصوص، ونسعد نكون معكم هذه الليلة الرمضانية الطيبة إن شاء الله. طبعا انت قبل ما تدخل بدأت الأسئلة، الناس بتسأل كم هو زكاة الفطر هذه السنة، يعني سؤال سريع خلينا والهلا نجاوب عليه. خلينا نجاوب عليه قبل ما نبدأ. حددت اي ثينك يلا على 15، السريع، يا 10 15 تفضل. دولار صحيح، زكاة. من 10 الى 15 دولار، معظم الناس ب 10 دولار، وهو الافرج او البالانس لاطعام وجبه في كندا على مستوى كل المحافظات تقريبا 10 دولار. نعم، هو الافرج. نعم اوكي، طبعا بدينا في اسئله اكثر، زكاه الصيام للناس اللي ما بتصوم، حنحكي كل هذه الاجوبه ان شاء الله، حنحاول زي ما حكينا الان. المشكله الكبرى اللي هي في كيفيه ايصال هذه الزكاه، وخاصه احنا كنا متعودين انه نصل هذه الزكاه في اخر يوم رمضان او قبل صلاه العيد في المسجد لما نروح على الصلاه، الان مش من المتوقع انه هذه تكون.
فقد يكون الحل الأمثل اللي هو أونلاين دونيشن عن طريق مؤسسة أنتوا بتثقوا فيها. وأنا 100% أثق في إسلاميك ريليف، ليس لأنهم أراهم موجودين أمامنا في أوتوا، لكني رأيت أعمالهم في أماكن رحت عليها في الضفة وفي الأردن في المخيمات. فباسمي وباسمكم نشكرهم على ما يقوموا عليه، جزاهم الله خيرا، وإن شاء الله يستطيعوا فعلا إيصال هذه الرسالة والصدقات والزكوات إلى المحتاجين بالطريقة المناسبة. أهلا وسهلا أستاذ يزن، بنرحب فيك، تفضل إذا بتحب تحكي أي شيء. الله يعطيك العافية، شكرا مرة أخرى استضافتنا واستضافتي. يعطيك العافية، لعله يعني قلت أنا طالما معنا اليوم ساعة قلت ممكن نحاول نعمل نص ساعة أو 35 دقيقة محاضرة برزنتيشن بسيطة عن الإسلاميك ريليف، ومن ثم من نروح إلى قسم الأسئلة والأجوبة. فممكن إذا بتحب تبدأ بالباوربوينت برزنتيشن اللي عديناها خصيصا لليوم ونتوكل على الله. ولا يهمك، تفضل إحنا معك. طيب، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا. أنا أخوكم يزن ناصر الدين، مدير تنفيذي إسلاميك ريليف في العاصمة هنا في أوتوا، وإن شاء الله قبل ما ألعب هذا الفيديو يعني جمعية الإسلاميك ريليف كندا أو بشكل عام جمعية الإسلاميك ريليف من أقدم الجمعيات الخيرية في الغرب، تأسست عند 1984 عندما كان في مجاعة في القرن الإفريقي اللي هو الصومال وإريتريا، فأكثر من 35 سنة خبرة في هذا المجال، جمعية شفافة وخيرة وطيبة ساعدت كثير بلدان العالم العربي والإسلامي، وأيضا لا شك أنه في مناطق الكوارث. مكتبنا في كندا يتأسس في 2006 وهو الآن عمره أكثر من 10 سنين، الحمد لله جمعية مسجلة ومرخصة من الحكومة الكندية من Canada Revenue Agencies، وكل جميع التبرعات يتم إصدار عليها tax receipt، وجمعية شفافية عنا واضحة، والtransparency والaccountability عنا عالي. فإن شاء الله بس أحب بهذا الفيديو الصغير شكر لجميع المتبرعين اللي دعمونا خلال أكثر من 10 سنوات في كندا. هتلعب الفيديو هنا. سوري. عم بلعبها. طبعا هون اعتقد انه بعض الصور ما عم بطلع صوت، بس ان شاء الله يعني شكر من إسلاميك ريليف هذا لجميع المتبرعين اللي ساعدوا في رسم هذه الضحكة على وجوه أطفال حول العالم. خير إن شاء الله. يمكن في البرزنتيشن ما في صوت، بس على اليوتيوب في صوت. على كل حال مش مشكلة إن شاء الله، نستمر في النكست سلايد إن شاء الله. تفضل. باختصار اليوم حنتكلم مقدمة بسيطة بشكل عام، تصور الإسلاميك ريليف كندا، برنامج كفالة اليتيم، التطوع، والراب اب والخلاصة اللي حيكون فيها قسم رمضان. ليش احنا موجودين؟ قلت بدل ما يعني اتكلم ممكن نلعب فيديو صغير عن مساعدتنا لاخواننا الروهينجا في بنغلاديش. لعله الإرسال شوي بقطع يقطع، مو مشكلة، نتوجه للسلايد اللي بعدها إن شاء الله. الصوت واضح، الصوت واضح على اليوتيوب، أنا عم بحضر. على اليوتيوب ولا على البرزنتيشن؟ It's good. It's good, okay.
صوت واضح، الصوت واضح على اليوتيوب ولا على أعتقد يا في تقطيع في إشي. فهذا هذا للروهينجا اللي ساعدتوهم في أفغانستان في بنغلاديش صح؟ نعم بالضبط نعم. بس مجرد كان الفيديو بلخص إنه أهمية وجودنا في التدخل السريع في الكوارث والأزمات وفي حركة اللجوء العالمية اللي هي حركة لجوء بالملايين. فكان بس الأخ عامل زرنا طبعاً عنا مشاريعنا هناك، ولكن هذا الفيديو بلخص بعض هذه المشاريع وبعض هذه الزيارة للمخيمات اللاجئين. قمنا عن التدخل السريع في البورما إن شاء الله. ممكن نمشي على السلايد اللي بعد هذا إن شاء الله. يس طيب من هما IRC؟ إن شاء الله السلايد اللي بعد. نعم بالضبط كما قلت بالمقدمة، من 1984 تم تأسيس جمعية الإغاثة الإسلامية إسلاميك ريليف بشكل عام أنحاء العالم. وهي طبعا هي جمعية إنسانية، فهي مصنفة في معظم الدول الغربية كجمعية إنسانية وليست جمعية دينية، ولكن نحن يعني بيحق لك في القانون أنك تكون faith based أو كندي، وقانون معظم الدول الغربية إحنا Islamic faith based، ولكن إحنا جمعية إنسانية خيرية تساعد الجميع في أنحاء العالم بدون تمييز لون أو عرق أو جنس أو يعني أي تحالف سياسي أو كذا، من تساعد الجميع بكافة أشكالهم وألوانهم إن شاء الله. ف باختصار الميشن تبعتنا مبنية على الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، and whoever saves the lives it's as if he saved all mankind. فالإسلاميك ريليف تتدخل لتساعد أي روح في أي مكان في أي زمان في كل أنحاء العالم بغض النظر كما قلت عن لونه أو جنسه. الرؤية تبعتنا مبنية كما قلت على الدين الإسلامي وخاصة الكتاب والكتاب والسنة. وبهذه الرؤية تبعتنا بنحاول نطبق خمس شغلات دائما في العمل الإنساني والخيري، اللي هما الإكسلنس اللي هو الإحسان، نحاول نعمل perfection الرحمة، تعامل مع جميع المتبرعين والمستفيدين برحمة، social justice العدل، sincerity الإخلاص، والcustodianship اللي هي الأمانة اللي هي أساس جميع الأخلاق الفضيلة. Overview كمان إيش بعض departments اللي عنا، والبرنامج المتطوع كفالة اليتيم والبرنامج التطوع إن شاء الله. السلايد اللي بعده عنا هذه في المكتب الرئيسي وفي الفروع، يعني عنا هذه المكاتب: مكتب العلاقات الخارجية، مكتب البراء اللي هو مسؤول عن الاتصالات مع الحكومة الحكومات الفيدرالية والبروفنشالية، وايضا الميديا والصحافه، مكتب البروجرامز برامج اللي هو طريقه الانفاق او صرف المبالغ، الماركتينج اللي هو لتحفيز جلب الاموال، وبتعاون بتعاون شديد مع الفند ديفلوبمنت ديبارتمنت، الدونر ريليشنز متابعه المتبرعين او متابعه العميل، هيومن ريسورسز لمتابعه الموظفين، واكيد الفاينانس قسم الماليات، وهو من اهم الاقسام يعني كونه احنا الحمد لله مرخصين من الحكومه الكنديه من الكنز ريفينيو ايجنسي. ملخص سريع، الحمد لله احنا عندنا يعني افكتيف وافيشنت، يعني كثير سريعين وكثير اون ذا دوت بنحاول نوصل تبرعاتكم للمناطق المحتاجه. بنستخدم دائما واكثر في اكثر الفرص فولنتيرز من كافة أنحاء كندا ومن ناحية كافة أنحاء الأنشطة عشان نخفض من رأس الأوفرهيد أو اللي هو المبلغ المقتطع مبلغ الإداري. فعشان هيك المبلغ الإداري عندنا من أوطى الجمعيات في 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 بين مقارنة بالإن جي أوز الكندية، وحتى مقارنة بالإن جي أوز اللي مبنية على الدين الإسلامي، من أوطى one of the lowest administration costs.
كما قلت accountability و transparency، عندنا شفافية ومسؤولية و CRA compliant. طبعا انه مهم جدا تكون انك تنطبق عليك كافة شروط CRA عشان كل سنة بتعمل الفورم الابديت للفورم، بتعمل تسجيل سنوي وبتابعوك واوديت من فترة لفترة. طبعا احنا شريك مع الحكومة الكندية، الحكومة الكندية الحمد لله بتدعم لنا مشاريع كثير في انحاء العالم بالملايين، وهذا يعني ثقة، علامة على ثقة الحكومة الكندية فينا. عندنا كثير من الجوائز والممبرشيب العضويات، منها Imagine Canada اللي تمثل جمعيات كثيرة في العالم، في جمعيات غير حكومية كثيرة في كندا، وهذه برضو بعد احنا ممبر طبعا الهومانيتيريان كوليشن، وهذه مهمة جدا. الهومانيتيريان كوليشن عبارة عن أكبر 6 أو 7 مؤسسات إنسانية قرروا أنهم يتوحدوا في one body، أو يعني زي ما تقول جسد واحد، بحيث أنه لو صارت أي كارثة أو أي طارئة هم بتعاملوا مع هذه الكارثة بشكل واحد، وبتعاملوا مع الحكومة بشكل واحد. فإذا الحكومة قررت مثلاً والله بدها تعطي 100 مليون، فكونه هذا الهومانيتيرين كوليشن من أكبر المؤسسات الخيرية الإنسانية في كندا، بقولهم أوكي أنتوا بتتعاملوا معنا كون بادي، وإحنا بين هاي الجمعيات والمؤسسات نتعاون ونأسس ونقسم التبرعات وهيك. وهذا فخر يعني، في عليها من أكبر الجمعيات في الموجودة في كندا كأوكسفام وكير وغيره إن شاء الله. والباقي برضو عنا عضوية بباقي المؤسسات والجمعيات زي Canada's Coalition to End Global Poverty، الـ ECO SOC من الأمم المتحدة، والهومانيتيريان ريسبونس نتورك وغيره وغيره الحمد لله. سوري دقرت يا هاي اجت الاكسترنال ريليشنز. هذا قسم مهم جدا، بتابع زي ما قلت الحكومات المحليه والفدراليه وغير هيك، بتكفل بهاي الامور كلها، الكرايسيس كوميونيكيشن وقت الاضطرابات، بعمل بوليسي ريسيرش، عندنا اصدارات، عندنا كتب بنصدرها حقوق فيهم، في حقوق الانسان وفي حقوق بعض الشعوب المضطهده اللي احنا من ساعدها، زي مثلا الاخوه البورميين، من حفز على التعاون بين الأديان والتعاون بين المؤسسات الخيرية والإنسانية، advocacy إلى نوعا ما. وآخر واحدة هذه مهمة جدا، monitoring hate. يعني monitoring hate إحنا من الجمعيات يعني الإنسانية المبنية على الدين الإسلامي الوحيدة في كندا اللي عنا قسم كامل لمتابعة أي رسالة اضطهاد للعرب أو المسلمين في كندا. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا يكون واحد للأسف من اليمين المتطرف بحط بوست على الفيسبوك أو بحط تعليق سيء، عندنا طاقم كامل في المكتب الرئيسي في تورنتو بتابعوا هاي البوست وبيصوروها وبينتبهوا لها وبيتم إرسالها للمسؤولين، سواء كانت هذه البوست أو الأذية بشكل عام للعرب أو المسلمين، أو إذا كانت للإسلام الكريف بشكل مخصوص، ويتم متابعتها مع المسؤولين. وعندنا الأسماء كلها، الأسماء اليمينيين المتطرفين اللي أكتف بهذا المواضيع ومنراقبهم وكل شيء، وحتى تم يعني بعضهم مقاضاتهم بالمحاكم عشان ما يؤذوا العمل الخيري والإنساني وما يؤذوا المؤسسات العربية والإسلامية هنا في كندا. هذه يمكن من الجمعيات الوحيدة إحنا في كندا اللي عنا هذه، من ناحية يعني العرب والمسلمين اللي عنا هذه الخدمة. وأعتقد إنه هذا شيء مهم جدا، يعني إنه تعملوا هذا الأمر. فعلاً، لأنه معظم المؤسسات ما عندها ال طاقة، لأنه بدك يعني توظف ناس، بدك تعمل متابعة، بدك، ففعلا هذا مهم جدا. نعم صحيح تمام. برامج، قسم البرامج في قسمين، قسم
الحرية اللي هي هاي عادة بتكون بعد السلام أو بعد الكارثة أو بعد الحروب. وفي القسم الهيومانيتيريان اسيستنس اللي هو المساعدات الإنسانية اللي هي غالبا بتكون وقت الكوارث والحروب وبتكون دايركت ريسبونس. إذن بينقسم لنوعين، ما نعم قبل بالضبط. السلام نهاية الكرايسيس وفي حالة الكرايسيس، صحيح؟ بالضبط نعم. نعم، هذا اللي تحتك تحكي عنه شيء natural disasters. تمام. هو ممكن يعني نعم بالضبط. الهيومانيتيريان مثلا اسيستنس بتصنف مثلا زي ما قلت الكوارث الطبيعية، زلازل مثلا، تسونامي، الكونفليكتس، الحروب الحروب المنتشرة أو يعني المشاكسات الدولية، وبلا شك آخر واحدة basic human needs اللي هي مثلا احتياجات الإنسان الحقيقية البسيطة، فهاي برضو مهمة جدا أن نأمنها لكل إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ووين مكان يكون. هذه أعتقد قمت فيها في كندا خلال الفترة الحالية لما صارت موضوع الكورونا، صحيح؟ صحيح 100% إن شاء الله. تم في وقت الكورونا طبعا أنت عارف كثير ناس خسرت أشغالها، كثير ناس خايفة كانت تروح تشتري من الأسواق، خايفين يصابوا بالفيروس. فعلا ساعدنا بالتعاون في أوتاوا خصيصا وفي كل كندا، هو برنامج في كل كندا، ولكن في أوتاوا خصيصا تعاوننا مع اليو ام او او جي واللي هم البادي اللي بيمثل جميع المؤسسات الاسلاميه والمساجد، وتم مساعده هذه الناس كلها بكنديين وعرب ومسلمين، طلبوا كثير اغاثه. والله لو تعرف كانت تجينا حالات، يعني يقول لي انا كنديه وعربيه، يعني انا بتصل فيه، انا دفعت الايجار بس ما معيش اكل، فكنا نوصل له، وهذا في كندا هون والله والله، يعني نوصل له طرد غذائي وطرد صحي. الطرد الصحي من اسلاميك ريليف والطرد الغذائي من اليو ام او او جي، والحمد لله تم توزيع اكثر من 1000 طرد غذائي وصحي على البنفيشيريز في كندا، عفوا في اوتاوا. وفي هذا برنامج كان كوست تو كوست، فبرضه تم تطبيقه في اذر سيتيز الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. في هون بتحكي عن ما بعد الكرايسس، بالضبط. بتحكي عنهم مش مشكلة، هذه مواضيع في التنمية اللي هي تشمل الانفراستراكشر ديفلوبمنت اللي هي تطوير البنية التحتية، السستينبل ايكونوميك جروث، تطوير الاقتصاد، وومن ان ديفلوبمنت اللي هي مشاريع المرأة، الانفايرمنت مشاريع تعتني في البيئة، وكثير بنركز بمشاريعنا على اليو ان اس دي جيز اللي هم السستينبل ديفلوبمنت جولز. هلا كثير ناس ممكن ما بيعرفوا ايش هم الاس دي جيز، بس باول الالفينات الامم المتحده اجتمعوا وقرروا، يعني حسوا انه كيف ممكن يحلوا مشكله ال poverty بالعالم، او كيف ممكن يحلوا مشكله الكوكب بشكل عام وبشكل مخصوص البوفرتي، او بشكل مخصوص وبشكل عام الكوكب. فعملوا شيء اسمه اس دي جيز اللي هي سستينبل ديفلوبمنت جول. هاي الاهداف اللي هم يعني جاءت من هذا التعاون بين دول العالم وبين الامم المتحده، انه هاي هي السولوشن لمعظم مشكلات العالم، من بيئه، من فقر، من تنمية الاقتصاد. فإحنا كتير بندخل هذه الأهداف ببرامجنا الدولية والتنموية، فهذه مهم جدا للإخوة يطلعوا عليها، في عليها كتير دراسات من ماجستير وبي اتش دي. وهذه صورة طبعا خريطة لمعظم المشاريع اللي قمنا فيها أو بنقوم فيها، لا شك هي يعني منتشرة من الشمال، من أوروبا، من البوسنة والشيشان، لا تنزل لأفريقيا، ومن موريتانيا والتشاد، وبتروح لأندونيسيا والبورما وغيره وغيرات إن شاء الله.
يعني أنا شايف ما شاء الله عندكم تركيز كبير على أفريقيا والشرق الأوسط، حتى في أوروبا عندكم بعض التركيز، صحيح؟ بالضبط صحيح. اوروبا في عندك بالشيشان والبوسنة وحتى باليونان لمساعدة اللاجئين، ولا شك في تونس و برضو دول الشرق الأوسط عليها على المحيط، لبنان، فلسطين، الأردن، سوريا، واللاجئين السوريين في تركيا، ومشاريع برضو كانت لمساعدة الأخوة الأتراك وغيرها وغيراته. نعم، اليمن أعتقد عندكم تركيز الآن في الفترة جدا الحالية. اليمن حاليا، اليمن يعني للأسف من أكبر كوارث الوجه الأرض. يعني بال2022 إذا ظلت الأمور كما هي رسميا حيصير اليمن أفقر دولة بالعالم كمان بس سنة أو سنتين. يعني اليمن كارثة إنسانية. الحمد لله بس إحنا شغالين، اليمن فيها 22 محافظة تقريبا، عندنا تغطية في 16 أو 18 محافظة تقريبا في اليمن. يعني عندنا تغطية كتير كبيرة على جميع محافظات اليمن، وفعلا اليمن منكوب يعني لازم نركز عليه. ولا شك سوريا وغزة أكبر سجن بالعالم، سوريا كونه برضو إنه كارثة العصر بسموها يعني. صحيح. بدنا نحاول نشتغل على قدر الاستطاعة، الله يعني رب العالمين. نقطة نقطة في بحر، ولكن لازم حدا يقوم فيها. يعني هاي الخريطة أرجو أنه الكل ينتبه عليها، أنه تركيز عمل هذه المؤسسة في كثير من الدول، يعني إن شاء الله أكيد بتوصل الدعم، بوصل الفكرة للجميع. برنامج كفالة مؤسسة عفوا قسم الدونر كير ريليشنز والأورفان كير هم مشبوكين ببعض، كونه معظم الناس اللي بدهم يكفوا الأيتام بتصلوا على قسم الدونر ريليشنز. باختصار عملنا فعلا يعني إنه ديبارتمنت كامل لمتابعة، طبعا بالبروفيت بسموها الكاستمر أو كلاينت، بالنون بروفيت بسموها الدونر، لمتابعة أو العميل لمتابعة المتبرعين من كافة احتياجاتهم، كافة أسئلتهم، كافة استفساراتهم لمشروع كفالة اليتيم، اللي هو مشروع جدا ناجح. وكفالة اليتيم ب 50 دولار بالشهر أو 60 دولار بالشهر أو 75 دولار بالشهر تكفى اليتيم، بتغير حياته كاملا مكملا. والله في كثير من العوائل اللي تكفل هذا اليتيم، هو هذا الدخل الوحيد اللي عندهم. يا الله يا ال 75 دولار اللي بتجيهم لا شك في غزة المحاصرة الحبيبة، هذا اللي بوصلهم هو اللي بيصرف عليه من كفالة اليتيم. وهو برنامج مهم جدا. هون في بعض الأرقام عن كم تم بعض المساعدات في كافة الدول، في يعني بعض الأمثلة يعني، ف ممكن إن شاء الله نتوسع فيها لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كفالة اليتيم يعني بقدر 75 دولار بالشهر ممكن تكفى اليتيم من A to Z، صحيح؟ بالضبط، من أقلها 50 بتكفل له متطلبات الحياة الأساسية من طعام وشراب ومسكن وملبس ومدرسة، وتأمن له حياة كريمة. بيتم بالتعاون مع أم اليتيم والتنسيق مع مكاتبنا في أنحاء العالم، بتابعوهم، بيزوروهم، بيصوروهم. الآن بعد في السلايد الجايز حورجيكم بعض السلايدات القادمين، حورجيكم بعض كيف الطلب بيكون وكيف الـ كيف الـ يعني بعض الأمثلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي أنا وكافل اليتيم مثل هاتين، يعني أشر على أصبعيه، فكيف أن تكون قريب للرسول صلى الله عليه وسلم بخمسين دولار بالشهر؟ يا الله، سبحان الله. نعم، هذه طبعا يعني هو ممكن فيديو نحاول اذا كان واضح ممكن نلعبه، بس باختصار ممكن نحط ان شاء الله. Left alone, afraid, and struggling to survive, they suffer a pain no one should feel. Children deserve to be children. They deserve to be loved, to play, and to go to school. With your help, we can show them that they're not on their own. When you sponsor an orphan, you're not just giving them a gift,
You're giving them an entire childhood. تمام ما شاء الله. هذا ملخص صغير للبرنامج، انه فعلا ايش انت بتعطي للطفل. وبرضه هذا برنامج نقطه مهمه، نقطتين مهمين، انه اول نقطه انه الاديوكيشن مهم، يعني التعليم مهم للطفل. اذا الام بتقرر انه ما بدها تبعت ابنها على المدرسه، احنا ممكن نقولها لا لازم تبعتيه، والا انه الكفاله بنحولها لحد ثاني. فالتعليم جدا مهم للاطفال عشان يضلهم بالمدرسة ويتعلموا صنعة، أول شيء يتعلموا القراءة والكتابة، من ثم يتعلموا صنعة. وحتى عندنا برنامج لدعم اللي بدهم من هاي الأيتام يرتفقوا بالجامعات، برضه عندنا برنامج دعم لإلهم. نقطة تانية إنه ممكن هذا برنامج ديناميكي، يعني إنه كيف ممكن تتواصل مع عائلة اليتيم أو اليتيم نفسه عن طريق مكتبنا، وطبعاً بشروط، في شروط إنه حفظ البرايفسي للطفل وكذا، ولكن بشروط معينة ممكن تتواصل عن طريق مكتبنا مع هذا الطفل، تكتب له رسائل، تكتب له تزوره إذا زرت البلد، بالتواصل مع تنسيق مع مكتبنا. وأيضا ممكن ترسل له هدايا مالية، وبعض الأحيان عينية، بس معظم الوقت تبعت له رسائل، يعني عفوا تبعت له مبالغ هدية. مثلا على العيد قررت تهدي $100، برضو بياخدها $100، والوالدته بتاخذها بتشتري له للطفل العاب وهدايا، او كما تقول كما يقول المتبرع يعني. ففي تواصل، يعني ممكن يصير في تواصل. بالضبط، ممكن يصير في تواصل عن طريق مكتبنا، وحتى ممكن زياره اذا انت ناوي تزور بس عن طريق مكتبنا. ولكن ابتداء ما بنعطي هاي المعلومات، ابتداء بس بنعطي اسم الطفل وين ساكن وين كذا، بس ما بنعطي عنوانه وطريقه الاتصال فيه ابتداء عشان محافظه البرايفسي للطفل. صحيح. اللي بصير بده يزور اليتيم او يزور الاسره هذه، بننسق معنا. هي اليه يعني مش صعبه، ولكن انه لها احداثيات عشان الحفاظ على كرامه الطفل واسرته والبرايفسي. كما قلت الكفاله بتشمل الامور اللي محطوطين باخر صوره، اللي هي الطعام والشراب والدواء والملجا والمدرسه ودعم من كافة أنواع للطفل وسرته. يعني موضوع مهم جدا. هاي قلت لكم حكيته $50 بالشهر أو $60 بالشهر أو $75 بالشهر. ممكن هاي الدول الموجودة، ممكن بناء على حسب بناء على غلاء المعيشة في الدولة، فبتكون تصنف دي تدخل في أي تصنيف، اللي هو $50 بالشهر أو 600 بالشهر، 600 بالسنة عفوا، أو $60 بالشهر أو 720 بالسنة، أو $75 بالشهر أو 900 بالسنة. وجديد يمكن قبل جديد دخلنا الأخوة الأوغورز، اللي هم الأخوة الصينيين المضطهدين، دخلناهم جديد، بدخلوا تحت بند $75 بالشهر أو 900 بالشهر بالسنة، اللي هم لجأوا في تركيا. هذول دخلناهم إن شاء الله، وممكن تعطوهم تعملوا لهم كفالات إن شاء الله. عندنا أكثر من 10,000 في أكثر من 27 دولة، أكثر إسلامك ريف، يعني دوليا إسلامك ريف كندا بشكل أكثر من 10,000 يتيم 27 دولة، ولكن دوليا بالتعاون مع الإسلامك ريف في المكاتب تانية وأمريكا وكذا أكثر من 60,000 يتيم. ما شاء الله. هاي هي الآلية، كيف بدك تكفل اليتيم؟ تعمل ساين اب، تعمل ساين اب وتوقع الطلب اونلاين او على ورقه اذا كنت بتزور يعني المكتب اسلامك ريليف او نشاط من انشطه المكتب اسلامك ريليف، بتعبي الطلب، بتختار بتحط طريقه الدفع وبتختار جروب. طريقه الدفع فيزا، ممكن دايركت ديبوزيت، ممكن شيكات 12 شيكات، ممكن تدفع سنوي. بعدين الخطوه الثانيه، المكتب الرئيسي بيعملوا لك بيرت مع يتيم بناء على الطلب اللي عبيته، يا اما انت بتختار بلد، يا اما احنا من تشايلد موست ان نيد بنعمل لك اساينمنت لطفل. بخلال اسبوعين لثلاثه بوصلك بروفايل بالايميل، واذا ما وضعت ايميلك بوصلك بالبريد اذا ما وضعت ايميلك. ومن 12 الى 15 شهر، مش بالضبط سنه، يعني اكثر من سنه بشوي، بوصلك عنه
تطوير للطفل، ويعني annual progress report انه كيف الطفل كيف كان وكيف صار. بوصلك بعد سنه تقريبا عشان بكونوا على مدى هاي السنه مكاتبنا في انحاء العالم زاروا الطفل وتاكدوا منه، وخلال سنه وبيتم اصدار يعني اصدار التقرير، بيطلع من المكتب لهناك فرضا في اسلامك اللي في غزه، فرضا بيطلع على اسلامك اللي في هنا في كندا، ومن ثم من وصله للمتبرع. واو، يعني بوصل للمتبرع تقريبا شو كيف البروجرس تبع الولد اللي صار خلال الفتره هاي. بالضبط، وهلا حنشوف بعض الامثله ان شاء الله. هاي مثلا صوره يتيم، مثلا هذا من الاخوه البرميين اسمه رضوان حسين، وين مكانه وبتاريخ ميلاده، اسم امه اسم ابوه، حالته الصحيه حالته الدراسيه، و الهاوزنج ستاتس يعني وين ساكن كيف سكن وكذا، بعد مع بعض التعليقات وبعض الكومنتس. ما شاء الله. برضه بنفسه بيكون مثلا اباوت محمد انه ايش مثلا بعض التعليقات عنه، اذا في تعليقات خاصه ام تبع يعني تعليقات متعلقه بعيلته. مثلا محمد ابوه الله يرحمه توفى بال 2014، مثلا وين عايشين، بعض التعليقات عنهم. كل طفل له بعض التعليقات الخاصه. هذا البروفايل تبعه يعني. بالضبط. ايوه، وهي هون مثلا اورفنز اوفيسر ستيتمنت، قلت لكم بتم متابعه، فاللي الموظف اللي بيزوره بيكتب تقريره تقييمه للطفل، مثلا Ahmed is doing well, good health, he is not reported suffering any، ما عنده أمراض كذا، فبيكتب تقريره عن عشان تعرف أنت كمتبرع أنه كيف وضع الطفل وكيف يعني عايش الطفل، يعني بحاول أنه خليك كأنك عايش معه. yeah. بعد الصور طبعا الرسائل اللي بيكتبوها، يعني الأطفال المحتاجين، ببعثوا بعض الصور وبعض الرسائل كل فترة وفترة، أو إذا أنت بعت له هدية ممكن يبعث لك رسالة مثلا من بدل المتبرع بتوصل هذه الرسائل زي هيك الرسائل، يا إمه يا منه نفسه إذا بقدر يكتب. يا الله. قسم التطوع أو الفولنتير ديبارتمنت هو قسم مهم إن شاء الله. ممكن نمشي للسلايد بعدها. هذه بعض الصور لبعض المتطوعين في أنشطة مختلفة. أيوه، باختصار إحنا زي ما قلت قبل ما نلعب الموفي إحنا كتير منحفز ومنستخدم المتطوعين عشان سببين ثلاثة. أول سبب نخفض المبالغ الإدارية، ثاني سبب إنه هدول المتطوعين بيكون بحاجة إلى مثلا أحيانا برنامج مدرسي أو كذا بحاجة إلى بعض الساعات، فإحنا ممكن نعطيهم إياها. ثلاثة، منخلي الفولنتيرز ومنبني من الفولنتيرز فعلا يصيروا قادة للمستقبل. هو بيجي الفولنتير بيكون بده يعمل ساعة أو ساعتين، ولكن بدخل بالبرنامج بيشوف الحاجة، بيشوف الاضطرابات الموجودة في كافة أنحاء العالم للأسف، بيصير فعلا بيأمن بعقيدة المساعدة وبالحاجة للمساعدة، فبيصير سفير للإنسانية بشكل عام وسفير للإسلام كليف بشكل خاص، بيصير هو يطور البرامج، هو يحاول يساعد، هو يجمع مصاري. وكثير منهم بالحقيقة بالآخر يا أما بيشتغلوا مع الإسلام الكليف، يا أما بيدخلوا العمل الخيري والإغاثي بعد ما يشوفوا الحاجة وحتى الحلاوة أنا بسميها الحلاوة المؤسفة، اللي هي حلاوة أنك تساعد واحد وتجمع 20,000 مثلا فرضا لمشروع، وتروح بنفسك تشوف أنه كيف هذول 20,000 بيبنوا ملجأ، يعني لها حلاوة بصراحة ما بعرف أوصف لكم إياها، ولكن لنفس الوقت هي الحلاوة زي ما قلت اللي هي محزنة، اللي هي كثير للأسف في مآسي في العالم. فهاي كثير من الفولنتير يعني هذا جدا شيء مهم للفولنتيرز وإحنا بنركز عليه. هاي مشروع الانسباير فولنتيرز، اللي هو الفولنتيرز اللي بيروحوا، عندنا برنامج اسمه انسباير، بيروحوا على بلاد خارجية وبعملوا فولنتيرز بالخارج،
غيرها من الدول، منها ماليزيا، كينيا، بوسنا ولبنان، وزدنا هاي السنة بعض الدول، تركيا وغيره وغيرها. حاليا طبعا كله واقف عشان الكوفيد 19، كل هذا البرنامج حاليا كليا واقف، ولكن هذا البرنامج رائع فعلا. بتروحوا على on the field on the ground وبتشوف وضع المشاريع اللي تقوم إسلامك ريف، بتعاين بعض المحتاجين والمستفيدين من البرامج، وهاي الخبرة بترجع بتنقلها لبلدك لأصحابك، وبتحاول تساعد الإسلامك ريف. ما أعرف إذا الفيديو حيكون واضح. You have beautiful people with big hearts and they just need a little bit of a supporting hand to stand on their feet. Islamic Relief is actually giving them that opportunity to stand on their own feet, to be able to sustain themselves. There's brilliant stories of widows that have accomplished so much with very little resources, and there's a resilience here, there's a heart here. The last school that we visited, there was a student who was in class 8. And when we were discussing professions and what we do, and then asking the kids what they would like to do, one of them said that he wanted to be a surgeon, and obviously was quite dedicated to his studies. And it was something that just gave me a lot of hope to see that we have the opportunity to encourage this and hopefully help him to reach that goal. And so many other kids who want to be, you know, a pilot was a very common one, but they've got their goals and their dreams, and it's beautiful to see. Anyone who thinks that they want to give back, anyone who thinks they want to change themselves or change others or change anybody's life, this will change them for the positive and make them an advocate or ambassador to do better things. They don't deserve to be living in conditions like this. They should have access to education, proper drinking water, food, just like we do. They should have access to the privileges that we do in Canada, where we get to enjoy it without any concern. Trying to find a story that inspired me the most or that spoke to me the most is really, really difficult. Here we heard so many different stories that were true stories of perseverance and strength and courage. So to try to find one to share with you is something that I really can't put a finger on. When I got here, I saw the orphans and I was heartbroken and hopeful. I know they had a rough past, but I feel like they're going to have a bright future, and I don't want their past to define their future. You have ما شاء الله برنامج رائع. يعني أنا بشجع كل الشباب اللي بفكروا إنهم يعملوا فالنتير إنهم يحاولوا يتواصلوا معكم كمان. صحيح، برنامج جدا رائع زي ما قلت لك، بيورجيك بالعين الحقيقة، بتروح أماكن الحدث، أماكن الاحتياج on the ground، بتشوف بعينك. يعني إحنا هون الحمد لله في كندا عايشين مستورين، حياتنا جدا سهلة ونوعا ما راقية مقارنة باللي بتروح على البلدان هاي، بتشوف بعينك يعني مخيمات اللاجئين والنزوح كيف الوضع هناك، وبتحاول انك انت تنقل لأهلك وأصحابك وتجمع فلوس وتكون رسول للإنسانية وللإسلام كليف بشكل خاص. بالنسبة لهذا برضو برنامج برضو للشباب، إشي اسمه تشالنجز، برنامج بيعمل نوعا ما تشالنج معين بأنحاء العالم. نعمل ساين اب على الويب سايت، الناس بتدخل بتروح نفس الشيء بهذه التشالنج، بنحاول نثير الانتباه لموضوع معين لبلد معين، ونجمع التبرعات له اونلاين. فكانت مؤخرا كانت قبل الكوفيد 19 باسبانيا، كان في البايك تشالنج، بتعمل بسكليت، بتسوق الدراجة من مدينة إلى مدينة ونجمع فلوس. كانت وقتها إذا ما أذكر كانت لغزة والله أعلم. هذه تشالنج تانية هايكينج تشالنج، فإذا ممكن برضو تشوف تاخدوا نظرة عن هذا البرنامج، وهو برنامج جدا مهم للشباب وحلو كتير للشباب وحتى للكبار برضو. يعني كتير من الرجال أعمال بيجي بدخلوا بهاي التشالنج لأنها في حد ذاتها رياضة. Thank you.
اللي كانت لليمن. يعني هذا اي واحد ممكن يشارك فيه. ايوه هذا كبير او صغير او طالب او غيره. هذا كان هايكنج تشالنج و اي ثينك بيبل. انا حوطت شوي عشان بس نحكي عن ال طب هذا انا بدي اشارك في هذا التشالنج. بدخل على الويب سايت بعمل ريجستريشن وبعمل فند ريز عن طريق البروفايل. معاني يا زلم؟ نعم. بقول انا اذا بدي اعمل ادخل هذا التشالنج خليني بس اوطي هذا. هل بعمل ريجستريشن على الويب سايت وبعمل عن طريق فند ريز عن طريق البروفايل تبعي؟ نعم بتعمل ساين اب، ولما تعمل ساين اب في نوعين، يا اما انه مثلا بيكون في مبلغ بسيط بس يشمل التيكت فقط، كافه الامور الاخرى احنا متكفل فيها من المعيشه ومن طعام وشراب وكذا في السفره او رحله. وممكن لهذا المبلغ التيكت اذا انت طالب او كذا ممكن تعمل جو فاند مي او كذا وتجمع المبلغ، واذا انت مثلا مقتدر بس تدفع المبلغ وخلاص وبتكمل. بنعطيكم كل شيء، بنعطيكم الاوقات، وقت السفر، وقت الرحله، متى الخروج، متى العوده، من اي مدينه، بتشمل اكثر مدن، كل واحد يطلع من مدينته او بيعمل ترانزيت من تورنتو حسب البلد اللي رايحين عليها. وبعدين هناك مكتبنا في هذيك المكان للتشالنج بتكفل في كافة آخر تشالنج كانت في إسبانيا بايكينج. مكتبنا في إسبانيا كان يستقبل الناس من المطار إلى السكن إلى التشالنج إلى بالآخر رجعهم على المطار ورجعهم على كندا. فهذه هي باختصار يعني هذا البرنامج، وهو جدا مهم برضه، بتعطيك خبرة تعامل مع الناس بالسفر وتجمع يعني رياضة وجيد للبيئة، وبنفس الوقت تجمع مبلغ خيري وطيب لمساعدة الناس المحتاجين. يا برنامج رائع يعني هذا. قربنا قربت تخلص البرزنتيشن، دخلنا هلأ على رمضان بشكل بسيط. عنا على الويب سايت تبعنا رمضان، برامج رمضان مقسم إلى نوعين. هذا رمضان زي ما أنت عارف فيرتشوال، فعملنا كتير أنشطة وكتير أمور على رمضان. إذا بتروحوا على islamicreliefcanada.org get involved على events هتشوفوا هاي منها. يعني فيها مثلا أذكر على سبيل المثال كيف تتبرعوا بالصدقات زكاة، برامج للأطفال، قراءة ستوري نور كيدز، ديلي قرآن ريسايتيشن، كل يوم بنعمل على 6:30 بدل التراويح بنعمل على 6:30 قراءة، كل يوم مقرأ من كافة أنحاء كندا بقرأ قراءة وتبث لايف جزء كامل كل يوم. virtual events، جاي واحد لأهلنا بغزة مع الشيخ عمر سليمان حيتكلم عن مالكوم إكس وشخصيته. national day of action، عيد مبارك على 124 عاملين حفل للأطفال كله أونلاين طبعا. في شغلات تم مرأت the night before رمضان عملنا للأطفال بعض الأنشطة باستعداد لرمضان، نشيد وستوري تيلينج، رياضة للكبار للنساء وللرجال برضو على هداك الموقع. وفي أدعية على هذا برضو الموقع، وفي برضو رمضان تولز زي مواقيت الصلاة، زكاة كالكوليتر كيف تحسب الزكاة، كيدز كيت جدا.
كيتس كيت بتعمل داونلود لل 20 اكتيفيتي، بتعمل داونلود للاطفال بصيروا يلونوا، لانه طبعا هذا رمضان كلهم قاعدين بالبيت زهقانين، فمهم انك تلهيهم بشيء ايجابي. في برنامج برضو لدعم المساجد، انه عملنا لكل مسجد بده مبلغ، يعني تم نقص عليه التبرعات، فعمل في هذاك الموقع برضو في بعض المساجد ممكن تزورها تدعمها بحاجة إلى تغطي تكاليفها. أنا قلت آخر شيء قبل ما أروح على البرامج، في الأكشن بلان برضو اللي هو أجندة يومية للطفل، إيش ممكن يعمل كل يوم، الأدعية تشيك، صليت الخمسة ما صليت الخمسة، كذا ما كذا، فون wallpapers، دعاء، أنشطة مختلفة صراحة. زوروا هذا الموقع حتى كتير كتير حتنبسطوا. بالنسبة للتبرعات، برنامج تبرعات، يعني طبعاً رمضان في تتبرع لكافة الدول وكافة لكن ثلاث شغلات نركز عليها اللي هي الزكاة بشكل عام، وحطيت اللينك أو حتى على الموقع ممكن توصلها بكل سهولة، زكاة الفطر اللي هلأ ممكن بالأسئلة نتداولها أكثر، والفدية أو الكفارة اللي هي للناس اللي ما بيقدروا يصوموا إن شاء الله ممكن إن يتبرع هذا الموقع إن شاء الله. فقبل ما نفتح، إذا هذا سؤال فقهي بس أستاذ يزن، إنه أنا ممكن أحدد المال هذا إيش هو، صحيح؟ صحيح 100%. يعني مش انا بس بتبرع وانتوا اللي بتحددوا، انا اللي بحدد هذا المال هو زكاة، هل هو زكاة فطر او بس صدقة او كفارة. تمام 100%. اذا بتتبع اللينكات اوريدي محدد، بس اذا بتتبرع من الموقع العام من دونيت ناو، انت بتختار البلد واللي بتحدد ان شاء الله. نعم هذا مهم جدا. يا صحيح، فهاي إذا يسعنا الوقت، هذه كيس ستدي فعلا اسمها Follow Your Donation، المسؤول والموظف بزور في مخيمات اللاجئين في لبنان وبشوف بورجيكم كيف بصرف، كيف يعني بعض المساعدات اللي وصلتنا. فإذا بيداركنا الوقت ممكن نلعبه إن شاء الله، إذا ما بيداركنا is more profound than the day before, and the day before was the most profound thing I've ever experienced. So will this Ramadan food distribution? During the month of Ramadan, what Islamic Relief does is prepare and distribute food packs to families across the world. We are here in Nairobi. And wish you all the best from Gaza. My mission was to see, what exactly does our zakat do to the Ramadan spirit to people around the world? So we're back on the road off to our next destination, which is Lebanon. Salam everyone, so alhamdulillah, we're in Beirut. This is an olive tree. Olive trees, not like olive trees, it's a Ramadan, it's a pomegranate. Straight away, we meet the Lebanon team. Okay, so, yes, 28 liters of sunflower oil. 400 grams of tomato, please. 500 grams of spaghetti. And then you've got dates, sugar, apricot jam, canned beans, hummus. Sorry, the population of Lebanon, of Lebanese people, is 4.5 million people. But the refugees, which is 1.5 million, subhanAllah. Over a quarter of the population of the country is our Syrian refugees. Ay, mashallah. Ana ismi Fayaz. Fayaz. Ayyah, lafik, habibi, mashallah. And then you're the nur of the camp, mashallah. You know, turn the lights out, this guy's face will smile, everything, mashallah. Live right there. So, subhanAllah, the process, no matter where we go, is very efficient when it comes to food distribution. What you're looking at is a truck full of hundreds of parcels, hundreds of packages of food. And what happens is the team, 2 days before they come out here, they write out the names of all the recipients on each one onto a card. So they're numbered and they're serialized so that there's no incidents of duplication or someone missing out. I can't reach
He's saying you are not laughing with him. Oh no, I laugh with you. I laugh with you. It's not only the cold up here. Smiles. Bubbles. He's taking the halal. You see that? One of the first things we did was pray Juma at a mosque in a refugee camp. And although this mosque may have been missing some bricks, the people inside of it were full of heart. Sujood, so we should make more sujood. SubhanAllah, Ahsan. Oh, MashaAllah. I volunteered in the Islamic League. MashaAllah. He said that out of all the Ramadans he's ever had in his life in Syria, in peace, the best Ramadan he's ever had in his life was the first one he had here in the past. He was with Islamic Relief and volunteering and giving. أنا معلش يمكن أوقف الفيديو. نعم. خلص خلص. الأسئلة اللي بعد أنا. يس لأنه في أسئلة. أو في اوكي سوري هذا عندكم upcoming events اخر واحد هذا كان اللي قلت حكيت لما ذكرته بالاول حيكون مي 16 virtual fundraiser لاهلنا بغزه مع الشيخ عمر سليمان اونلاين ففيكم تزوروا موقعنا لمزيد من المعلومات حيكون الساعه 5:30 اذا ذكرتي صحيحه ومن هناك حيتم برامج يعني معينة بالبرنامج وجمع خيري شيخ عمر سليمان العنوان المحاضرة حيكون مالكوم إكس وتطرق للجوانب يعني بعض الجوانب نوعا ما المدهشة في حياة مالكوم إكس خاصة إنه هو قارن إنه الوضع المأساوي اللي بيكونوا فيه السود بأمريكا زي وضع اللاجئين النازحين في بلدان العالم وخاصة وضع الشعب الفلسطيني وقتها 1964 يعني زار هو تم زار مخيمات اللاجئين في منطقة في غزة وقارن فعلا يعني كيف وضع السود في أمريكا يقارن باللاجئين فعلا من ناحية الاضطهاد ومن ناحية يعني عدم المساواة فهتكون محاضرة جدا حلوة إن شاء الله كونوا معنا في الميعاد ونفس الوقت هيكون حفل خير إن شاء الله طيب أنا في عندي كم سؤال مهم جدا يعني أنا أحد الأهم الأسئلة إنه الآن في مرحلة الكورونا كيف نستطيع أن نتبرع دايركت شو نسوي الله يبارك فيك فيكم أكثر من شغلة أكثر من طريقة إحنا لازلنا شغالين من بيوتنا وبعض القليل بروح على المكتب الرئيسي منتابع كل شيء فيكم تتبرعوا أونلاين على islamicrelief.ca فيكم تتصلوا عملنا حتى إساعات إضافية الاتصالات بتروح للموظفين في بيوتهم فيكم تتبرعوا بالبريد في يعني من البريد شيء بيعملوا له تشيك regularly وأقل من 5 بروح على المكتب الرئيسي التزاما بقوانين الحكومة وبشيكوا البريد وبعمل processing للدينيشن حتى في مستوى المدن والمحافظات عنا representation من كافة في كافة البروفنسز بتم زيارة إذا شخص بده يتبرع كاش أو مصر يتبرع كاش ما في مشكلة بنمر عليه مع كافة اتخاذ كافة الإجراءات الهايجين والاحتياط من يورو وبناخذ التبرع او تشيك اذا عاوز يعطي تشيك فكافه هاي الطرق متاحه اسهلها واقواها اللي هي التليفون والايميل والموقع islamicrelief.ca فيكم تشوفوا كل شيء وتتبرعوا كل شيء والتليفون التليفون العام اللي هو موجود برضو الو انت معنا لايف تفضل عندك سؤال ايوه تفضل يس زاهي كرم اهلا وسهلا زاهي حياك الله كيف خير الله يبارك لك تفضل يا زاهي
انه يعني نسبه فقراء العرب والمسلمين موجودين في كندا، واذا هناك في دراسه او برامج لدعم هاي العائلات التوازي مع البرامج الحكوميه. هي واحد. اثنين، شو الاليه اللي ممكن يعني شخص موجود في غزه مثلا حاول انه يتصل في الاسنك ريليف او ريليف وما حصلهم، اتصل في مواقع ثانيه زي اي موقع كندي هون وحاول يحكي او يشرح وضعه العائلي والفقر اللي بيعيش فيه. كيف ممكن احنا عن طريق هاي يعني الجروبات انه نرفع اسمه او نعبي له طلب او نعمل كونتاكت بينه وبين هذا الشخص؟ واضح. الموجود مثلا في غزه وفي لبنان في الاردن واضح السوريين على الحدود التركيه السوريه واضح شغلات زي هيك، يعني شو الاليه اللي أوكي. ممكن تكون متاحه؟ شكرا يا زاهد، شكرا. احنا حنجاوب على الاسئله ان شاء الله. اوكي، في عندنا سؤالين من اخ زاهد كانوا. السؤال الاول بقول لك، هل هناك برامج لدعم الفقراء في كندا؟ نعم 100%. اول شيء طبعا من ناحيه الحكومه، يعني في كثير برامج مع الحكومه، سواء البروفنس اذا انت بروفنس معينه زي كيبيك او فيدراليه مثلا، من ناحيه السوشيال الويلفير او كذا وغيره وغيراته، او الامبلويمنت انشورنس اذا خسرت شغلك. ولكن احنا على مستوانا نعم نتعاون مع بعض الجمعيات المحليه، مثلا زي ناشونال زكات فاونديشن بنمولها، وهي هاي بتشرف على مساعده المحتاجين في كندا. المساعدات تشمل دفع فواتير، ايجارات، مساعدات عينيه، طعام، شراب، غيره وغيراته. فهذه الطريقه اللي مشغل فيها، اللي هي يعني عندنا شراكه مع جمعيه انزدف وبعض المؤسسات، مثلا في اوتاوا مثلا مسجد الاسلام كير، مؤسسات ندعمهم ونقول لهم ضمن برنامج معين نطاق معين هم يدعمون المحتاجين اللي في داخل كندا. بالنسبه للمحتاجين اللي مثلا او في غزه او غيره، كما الاخ ضرب المثل، نعم بإمكانهم يتواصلوا في مكتب إسلامي كليف في غزة فرضا على سبيل المثال، وإذا ما حصلوا أو كذا ممكن وصلوا لنا إحنا المعلومة هون إلى كندا، بعتوها على إيميلنا العام info@islamicleaf.ca أو إيميلي أنا الشخصي yazan@islamicleaf.ca، وأنا بتوصل مع الديبارتمنت تبعت البروغرامز اللي هي البرامج أو الإنفاق، وبنحاول إنه نودي هاي المعلومة للمكتب في البلد المحتاج، مثلا في هذا المثل غزة او مثلا لبنان مثلا، وبنقول لهم انه شوفوا هذا المحتاج او البنفيشري، بيروحوا بزوروا بيته، بزوروا عيلته، بحاولوا يتاكدوا، واذا تم التاكد انه هو فعلا محتاج بصرفوا له مساعده من ميزانيه. انا بس بدي اركز على الويب سايت، الويب سايت اللي انا وجدته اللي هو Islamic Relief canada.org اللي هو او islamicleaf.ca، كلهم بيروحوا لنفس الموقع. انا اوكي، بيرفكت بيرفكت. طيب ان شاء الله يكون اجبنا عن اسئلتك يا زاهد. الان في سؤال جاوبنا بشكل ضمني، زكاة الصيام للناس اللي ما بتصوم اللي هي الكفارة. نعم برضو بتاخذوها بالضبط، الكفارة او الفدية. نعم، وهي برضو لما تروح على الموقع islamicleafcanada.org او .ca بتكبس رمضان تحت بيطلع لك فدية او كفارة، طبعا بشرح عنها شوي. اللي هي طبعا شو الفرق بين الفدية والكفارة. الفدية اللي هي اللي ما بيقدروا يصوموا رمضان فيخرجوا عن كل يوم $10، فبالتالي بتطلع لشهر الفضيل $300، وهذا زي ما قلت مبني على average cost of basic meal throughout كندا، يعني مبني هذا على average السعر المتوسط. بالنسبة للكفارة فطبعا اللي هو حنث اليمين، اللي هو مبنية الكوست تبعها $10 لشخص لعشر أشخاص كما يعني، فبتطلع $100 لكل broken promise أو كفارة القسم. فبرضو هاي موجودة فيكم تتبرعوا لها إذا بتروح على الموقع تكبس رمضان فدية أو كفارة، وهذا بالنسبة
نعم الحنث اليمين أو الفدية اللي ما بدرسوه. زكاة الفطر مرة ثانية بسألوا، أعتقد أنه جوابنا هذا في البداية هو من 10 إلى 15 دولار، وما جادت به أنفسكم بكون أفضل طبعا. بالضبط، إحنا نفس الشيء نأخذ الأفريج تقريبا 10 دولار، وهو برضه عندنا اللينك اللي وضعناه اللي هو اللي حطيناه بالبرزنتيشن اللي هو نفس الشيء islamicleaf.canada.org على فترانا اللي هي 10 دولار لكل شخص، وفيك تتبعها أونلاين بكل سهولة، وإحنا برضو منوزعها بأكثر من 30 بلد في أنحاء العالم. طبعا في هذا السؤال من زاهي بيقول لك هل هناك دراسة تظهر نسبة الفقراء بين العائلات الكندية؟ أعتقد موجودة هذه الدراسات. بصراحة ما طلعت أنا، بس نعم في طلعت مرة على دراسة بتقول لك إنه تقريبا كان يا من مليون إلى مليونين شخص في كندا، أتوقع كانت مليون تقريبا مليون شخص فعلا بكندا بيقدروا يدفعوا، يا بدفع الإيجار يا بيشتري حاجيات المعيشة يعني زي الجروسريز والأكل والطعام والشرب، وهذا إذا ما خابتني الذاكرة كان تقريبا من مليون إلى مليونين أو مليون شخص في كندا. تصور نعم في دراسات إن شاء الله، وممكن التنسيق مع البرنامج من بشوف لكم هاي الدراسة وبعطيها للبرنامج وإن شاء الله بوصلوا لهم إياها إن شاء الله. طبعا ماذا عن غزة المحاصرة؟ يعني هذا حكينا. نعم لا شك غزة المحاصرة بتلعب دور كبير من أنشطة الإسلامي كليف، حتى إنه إحنا عاملين تركيز عليها مخصوص في هذا رمضان، خاصة هي وسوريا واليمن وبورما. فلو تشوف على الموقع تبعنا هتشوف تركيز كبير على غزة، ومكتبنا في غزة من الأنشط ومن أقوى المكاتب، بحيث إنه يعني عنده صلاحيات كاملة إنه يكون مؤسسة غير حكومية بتصرف بطريقة غير حكومية 100%. عفوا أعتقد أوكي. آخر سؤال بدنا نسأله، أي واحد عمل دونيشن هل بيقدر يعمل بأخذ ريليف من السي ار اي أو الدونيشن ريسيت عشان يقدر يسويها بالتاكس تبعته للي عايشين في كندا؟ نعم ممكن 100%، كونه احنا الحمد لله جمعية مسجلة CRA Canada Revenue Agency، أول ما يتبرع بوصله وصل استلام، وثم إن شاء الله بشهر 2 السنة اللي بعدها بوصله الريسيت الكامل اللي هم بسموه تاكس شيت، هذا بيخصمه من الضريبة إلها حسبتها، ممكن تسأل محاسب تبعك اللي هو ممكن يخصم لك من الضريبة من 40% إلى 70% حسب دخلك حسب قديش تتبرع، وبرضه ممكن تفيدك بأنك تنقلك مثلا من تاكس براكت إلى تاكس براكت تاني، مثلا إذا أنت دخلك مثلا 71,000 وتبرعت مثلا ب 4,000 فبصير كأنه دخلك مثلا 67,000، فهذا بخفف عليك الضريبة من ناحية تانية، فإلها يعني طرقها بالضبط. يمكن تسأل المحاسب تبعتك، ولكن بشكل عام بشكل عام أي تبرع برجع من 30 إلى 70% من 40 إلى 70% برجع. وفي سؤال هون مهم جدا، الناس تقول طيب المبلغ اللي أنا تبرعت زكاة مال ده برجع حيرجع لي مثلا على سبيل المثال ما سبيل المثال 50%، هل هذا اللي برجع هو زكاة مال أيضا؟ لا، السؤال إنه اللي برجع هذا مش زكاة مال، هذا اللي برجع هذا يعني أول شيء هو حق من يعني حق برامج من برامج الدولة، فهذا ثاني شيء هو هذا يعتبر عليك دخل جديد، يعني إن اللي رجع لك إذا بعد سنة ضليتك وما استخدمته هذا بتزكي عليه المال، بس كونه إجا إنه مش مثلا أطول هو هذا زكاة مال إجباري لازم تطلع، لا بدك تطلع هذا أجر وخير وزيادة الخير خيرين الله يبارك فيك، بس إذا هل هو زكاة مال المبلغ اللي برجع؟ لا، هذا حق من الدولة لإلك وبتحاول بتحطه زي أي مبلغ تاني بعد سنة ممكن تزكي. واضح.
طبعا بارك الله فيك، يعني اسلاميك ريليف انا صراحه تبرعت معهم وعفوا يعني عملت فالنتير معهم اكثر من مره، فعلا شغلهم وعملهم على ارض الواقع بيشتغلوا اكثر ما بتكلموا، فمنهم إن كل الدعم. وفي الفتره هاي احنا يعني حاولنا نجيب هذه الحلقه لانه الفتره هاي كثير ناس عم تسال كيف بدنا نخرج الزكاة وزكاة الفطر والصدقات. هاي أعتقد أفضل طريقة الآن ممكن توصلكم للمكان الصح عن طريق إسلاميك ريليف كندا. الله يعطيهم العافية. أخي يزن مشكور كتير، إذا بتحب تحكي آخر كلمة للجمهور الكريم. الله يعطيك العافية، شكرا كتير على استضافتنا وشكرا كتير على هذا البرنامج الصراحة الطيب. يعني فعلا انتم على ثغره بتغطوا الجوانب الاعلاميه والاحتياجات الاعلاميه للعرب والمسلمين في كندا، برنامج يومي، برنامج متواصل. فعلا نشكركم على هذا البرنامج الرائع، وان شاء الله نتعاون اكثر في المستقبل، وان شاء الله تصيروا فعلا قناه تلفزيونيه كامله مكمله ومستقله، وان شاء الله من حنتعاون مع بعض اكثر في المستقبل. اكيد اكيد. بشكرك مرة تانية، بشكر جميع المشاهدين اللي علقوا واللي حضروا واللي حيحضروا إن شاء الله. حنحط العنوان تبع الموقع islamicrelief.ca أو islamicreliefcanada.org، كلاهما بوصلك. بذكركم اليوم الساعة 7:30، يعني بعد حوالي 15 دقيقة راح يكون معنا نقل لأذان المغرب مباشر من مدينة أوتوا، وكذلك الساعة 10 اليوم حنتكلم عن هموم التينيجرز الشباب في المدارس، المشاكل، المخدرات، السكس، المشاكل المثلية الجنسية، كل هاي المشاكل راح نتطرق إلها. فكونوا معنا في حلقة راح تكون نارية إن شاء الله الساعة 10، والسلام عليكم. يعطيكم العافية، شكرا.